بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة بإذن الله هعرض لكم تجربة شخصية عن تنظيف غرف الحريق الخاصة بالمحرك. غرف الحريق المقصود بيها البلوف، الصمامات، رأس السلندر نفسه، البيستم يعني وطالع نازل. هننظف الكلام ده من الكربون ورواسب الزيوت القديمة. إيه اللي بيخلي الزيوت دي موجودة؟ ببساطة جديدة أو نواتج الاحتراق زي ما احنا شايفين في الفيديو، كل عملية حقن بيتبقى فيها أجزاء من الجرامات في على رأس الـ سواء بلف أو صمام سحب أو صمام العادم. صمام العادم طبعا بيطلع فيه عوادم وكربون وبواقي زيوت، ده مهم جدا طبعا لتنظيفه، لأن ده لو ما اتقفلش صح بيعمل لي مشاكل في المحرك. رأس السلندر بيتبقى فيه الكلام ده، الصمام بتاع البنزين أو بلف اللي هو بيدخل انتيك الهواء بيتبقى عليه رواسب، اي نعم اقل من رواسب التيم على البلف الخاص بالعادم. الحلقة دي ان شاء الله هننظف الكلام ده، هنشوف ازاي باذن الله. الحلقة دي ان شاء الله هنستعمل مادة بسيطة جدا. الاخوة دايما اللي بتنتقد هيقولي ما تجيب مواد جاهزة، انا جبت مواد جاهزة سي فوم امريكية، طبعا الموبيل جربت دي وجربت مواد تانية، يعني الموبيل دي اقلهم، يعني السي فوم جيدة ولكن لا تستحق السعر بتاعها. المهم انا كنت عامل حلقة خاصة بيها كاملة، ممكن حضرتك تشوف الرابط بتاعها فوق. المهم المادة دي اللي هي مادة الكيروسين او الجاز الابيض، انه ده اصلا يعني بيطلع منه وقود الطيارات، طبعا الطيارات بتشتغل بالجاز مش بالبنزين. طبعا هنستعمل اجهزه، انت ممكن طبعا بايديك بس هتشوف نواتج الكربون هنشوفها في الفيديو، ولكن انا جايب الاجهزه عشان تبقى انت شايف الفرق قبل وبعد. انا هستعمل ساعه قياس ضغط المحرك قبل وبعد، جهاز قياس السحب او الفاكيوم او خلخله الهواء قبل وبعد. ده هنا بس في نقطة، لما يكون المحرك شغال ستيبل مستقر، الصمامات بتقفل صح، بيبقى المؤشر ده ثابت ما فيهوش ذبذبة. هنشوف ده قبل وبعد. هنصور البساتم او المحرك جوه بالاندسكوب او السناك كام، هنحطها جوه في المحرك، هنشوف قبل وبعد. هنستعمل جهاز الاو بي دي 2 وهنشوف القرايات بعد التنظيف سليمة ولا في سنسور او حساس خرب او باظ. هنشوف الكلام ده كله مع بعضينا. ملحوظة بس مهمة، لان دي انا ما قلتهاش في الفيديو، الموضوع ده يتم في مكان فاضي ما فيهوش ناس، لان انتوا لو هتلاحظوا انا غيرت مكان التصوير، لان دي يعني نسيت. بيطلع ابخرة شديدة، ابخرة بيضة من ماسورة العادم، هنشوفها مع بعض. ريحتها نفاذة، فانا في المكان اللي بصور فيه يعني الناس اشتكت فاضطريت امشي، يعني كلام زي، فدايما لما تيجي تعمل حاجه زي كده يكون في مكان فاضي. بالنسبه للناس اللي عندهم حجر بيئه، دب التلوث، كاتاليك كونفرتر، انا بصراحه ما جربتش التجربه دي وضعها ايه بالنسبه لعلبه البيئه. بصراحه انا العربيه اللي عملت فيها ما كانش فيها الموضوع ده، ولكنها بالنسبه للحاجات اللي زي دي عادي تشتغل بيها عادي وما فيهاش مشكله وبتنظف علبه نشوف الفيديو. اللي احنا هنستعمله اللي هو الكيروسين عديم الرائحه، ده بيتميز بايه؟ اللي هو ما فيهوش شوائب اللي بتسبب الدخان الاسود، لا يسبب تاكل الاجزاء المعدنيه، وطبعا غير ضرب البيئه والصحه العامه. فده يتميز اللي هو لونه شفاف تماما زي الميه، زي الماء بالظبط. ريحته حتى مختلفة عن الكيروسين العادي، ليه ريحة مميزة، ده ريحته مختلفة شوية. شايفين يا جماعة ده رشاش أو انجكتور أو بخاخ. الحلقة دي رابر أو كاوتشة أو رينج كده، ده عشان بيحبك الرشاش أو بيثبته في المانيفول للخاص بالمحرك. فأنا هناخد دي كده، لان في طبعا ناس بتشك في الموضوع ده، يقول لك ان ده بيسيح او بيتلف من الكيروسين او الجاز. فانا جايب اهو
هنحطها طبعا كيروسين صافي، هنحطها فيه كده اهو غطسانه، هنسيبها 24 ساعة وهنغطي ده كده عشان ايه اهو، هنسيبها 24 ساعة وبعدين نرجع لها تاني نشوف تأثير، هل حصل لها تشققات، ساحة، اي تلف لها. بعد يوم هنشوف دلوقتي تأثير ايه. ادي الحلقة اهي، شايفين مفيش اي تصدع، مفيش اي قطع فيها، محتفظة بالمرونة بتاعتها اهي. اصل هي المشكلة اللي دي متصممة عشان تتحط مع الوقود اصلا، يعني حتى اللي زي دي موجودة في البامب، الفيول بامب او ترمبة البنزين، نفس النوعية دي. انا دلوقتي هحط ايدي في تصوير الشكمان هنا، يعني حاجة بسيطة جدا اهي اهي كده، شايفين اهو. هنشوف بقى بعد التجربة طبعا، والارض هنا طبعا جافة تماما. احنا هنعمله، هنجيب سلكة دي بقى، حاجات كل واحد بقى على حسب نوع السيارة بتاعته، سلكة كده هنعلقها مثلا هنا كده، هنعبي الاول الجاز. اللي احنا هنعمله ادي الهوز اهو، هناخد الهوز او الخرطوم اللي جاي لبلف بخار البنزين، هندخل ده جوه كده كده. اهم حاجة يكون محكم، ما يدخليش هواء من هنا لهنا، ده كده الجاز او الكريتين هيدخل كله ويدخل هنا ومنه على البوابة للمانيفولد للمشعبات الخاصة بالسحب كده. كده الحاجة التانية المهمة، هنعمل ده زي صمام، هنعمل عقدة. ادي الازازة طبعا شايفين شفاف زي المية. العقدة دي هبدأ اتحكم فيها كأنها بلف، كأنها صمام، احدد كمية الجاز اللي بتدخل جوه المنخ. طبعا عايزين النص لتر ده يخلص خلال 4-5 دقايق. هنشغل المحرك على 2000 لفة. سخنا المحرك بتاعنا، انا كده ظابط المحرك على 2000 لفة. هبدا احط ده كده بقى اهو وابدا انزله واحدة واحدة. شوف طبعا الموتور بطل لان الجاز كان كتير. شايفين
طبعا تحت ماسوره العادم طبعا اهي شايفين الشكل. اللون الاسود باين طبعا اهو، اهو من الماسوره نفسها. حنيرة في اكواد نو كود. اوكي هنشوف اللايف داتا، هناخد الكومبليت. داخل على كلوز لوب اهو كده، شايفين الشورت تيرم كام، المعدل مظبوط، اللونج تيرم ممتاز طبعا، الماب الار بي ام 800 لفه صح، كل حاجه سليمه. الاوتو سنسور، حساس الشكمان، حساس الاكسجين، حساس العادم، شايفين الاعايات سليمه تماما الحمد لله. زي ما شفنا طبعا هو موضوع بسيط جدا، اهم حاجه الماده اللي احنا استعملناها ونتبع نفس الخطوات تماما. في نقطة مهمة، بعد عملية التنظيف وتسيب السيارة ساعة، أهم شيء بقى عشان النتيجة تبقى مظبوطة نمشي بالسيارة لا يقل عن نص ساعة، وسرعة المحرك ما تقلش عن 3000 لفة. تاني، نص ساعة سرعة المحرك 3000 لفة في حدود ال 120 كيلو في الساعة، وبعد كده هنحس بالفرق بقى، التنظيف هيكون كمل بإذن الله. ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.